هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. لاعبو الوداد يستفيدون من يوم راحة بعد التأهل لثمن النهائي كأس العرش. منح الإطار الوطني وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي اللاعبين يوم راحة بعد الانتصار يوم أمس الثلاثاء على الاتفاق المراكشي وضمان العبور ليتم النهائي كأس العرش. ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريبه يوم الخميس لبدء التحضير للمباراة القادمة أمام شباب المحمدية، ويستقبل الفريق الأحمر ضيف شباب المحمدية يومه السبت القادم بداية من الساعة 10 ليلة بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لحساب ثمن النهائي كأس العرش. يذكر أن الفريق الأحمر حسم مواجهته أمام الاتفاق المراكشي يوم الثلاثاء بأربع أهداف مقابل هدف فوق أرضية ملعب مراكش الكبير. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.